كل سنة وإحنا طيبين. النهاردة عيد تحرير سيناء، الأرض المصرية المقدسة، الأرض اللي ملهاش مثيل في الدنيا، ومفيش تضحيات اتقدمت لأرض زي ما شهد تراب أرض سيناء على تضحيات ولاد مصر على مر كل العصور. يوم 25 أبريل سنة 82 كان استكمال الانسحاب الإسرائيلي من أرض سيناء، وترفع العلم المصري تنفيذاً لاتفاقية السلام اللي توصلت إليها مصر بعد تحقيقها الانتصار العسكري في حرب أكتوبر 73، واستكملت حربها من خلال السياسة، وبعدها من خلال التحكيم باسترداد طابة. مفيش عدو لمصر إلا وكان عينه على سيناء، حتى هكسوس العصر جماعة الإخوان الإرهابية كان كل مرادهم نزع سيناء وزرعها بجماعات إرهابية من مختلف التنظيمات، أو زي ما تقول كده منتخب العالم للإرهاب. لكن بفضل تضحيات الأبطال من قواتنا المسلحة ومن الشرطة ومن أهالي سيناء اللي دايما كانوا وهيفضلوا عزوة لبلدهم وسندها، انتصرت مصر على معركتها مع الإرهاب وبدأت معركة التنمية. وخلونا نكمل بعد الفصل. لو قلنا إن التنمية اللي حصلت على أرض سيناء من سنة 2014 لحد النهاردة ما حصلتش قبل كده ولا حتى من 100 سنة أو 200 سنة، ده كلام حقيقي، كلام حقيقي وواقع بتشوفه العين وبترصده الأرقام. مشاريع عمرانية، محطات مياه، مدارس، جامعات، مصانع، توطين صناعات، فرص عمل، تعمير حقيقي وتنمية بيأكدوا دايما إن المستحيل عمره ما كان كلمة في قاموس الإنسان المصري إذا أراد. وأكبر دليل على ده أنفاق سيناء اللي حققت حلم استراتيجي كبير لمصر وتم إنجازها في وقت قياسي. النهاردة يوم يستاهل إننا نتباهى، إننا ولاد الأرض الطيبة. النهاردة يوم لازم نعظم فيه شهدائنا. النهاردة عيد تحرير سيناء، سلام على الأرض والشهداء. خلصت حلقتنا، والكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90 90.